وصلت النار للحيتك بعد ما كانت نارك لافحة الكل. هسع بتولع بينه وبين سلامي وجماعته، ترى كان بدها نكشة. وش دراج انها نكشة سلامي؟ ولا مين بده يكون يعني؟ الله أعلم. قولي لي يا نورة. خير؟ هو طالب رجع بنته عجوزها؟ لا يا جدي، بعده. اها، يعني هسع فياض بلا مرته. أبصر شو بتقول أم فلحة. خليه، الله لا يرده. قد ما تجبر علينا، اللي بخرب بيوت الناس الله بخرب بيته. يمه ها والله يمه، هذه خطيتي أنا ومينه. شهر شهر وأنا ترجاه يرجع لي مرتي، وحاط خشمه بالجو وابن عوض. يا ريتك طوعتني من الأول لما قلت لك ما بدنا إياها، كان نسبت لك واحد ابن حلال. راحت. واللي أنا بعرفه طالب السالم طول عمره شراني بهالقرية. خذ اشرب الشاي. ما بديش امه، دوري هسع بالمي، بدي اروح اسقي. خذ البريك والكاسة واشرب هناك. هنا وعافية. الله يهنيك. يما يا فياض. خير يما؟ يما والله الدنيا ما بتتلاحق، والظالم بياخد جزاء، وطالب بضلوا من دمنا ولحمنا. يما شو بديش تقولي؟ بقول إذا رجال القرية راحوا عليه الليلة، روح خذ بخاطره، بلكي الله يحنن قلبه ويرجع لك مرتك. عاز علي لتروح عدارك وهي ما هي بيها. أيوة بس أنا خايف يحط خشومه بالسما قدام رجال، وأنا ما بتحمله. بظل عمك أبو مرتك يمه، ويسوى أنك توقف بجنبه مع رجال القرية وهو بهالحالة. ما أنا رحت طفيت مع الرجال اللي طفوا يمه، هو شاف بعينه. هسه كمان يمه برضاي عليك، هي هينة بكرة يقطعك من مرتك. أي هي جيزة بالهين يمه يا فياض. طيب يمه مثل ما بدك، عقب ما خلص سقية بروح. يا الله الله يرضى عليك ويسهل طريقك يمه يا فياض. تستاهل يا طالب، تستاهل اللي صار بيك.